رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. ما في أجمل من العمل التطوعي، دائما هذا العمل التطوعي الذي طبعا فيه حس إنساني، حس إسلامي عميق جدا. دائما بنلاقي فعلا الأعمال التطوعية متواجدة هنا وهناك بالعديد من الفعاليات هنا. صحيح فعليا، وأولى موضوعنا أو مداخلتنا اليوم عن هذا العمل التطوعي وانطلاق أولى الحملات التطوعية لفريق فهدى التطوعي برعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة فهدى بنت فهد بنت خالد بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود. نظم فريق الفهدى التطوعي مساء اليوم الجمعة الماضي برنامج دعم نفسي للمرضى المنومين في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، حيث احتوى البرنامج على العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة. عن هذا البرنامج وفريق فهدى التطوعي معنا عبر الهاتف صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدى بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وهي رئيس الفهدى لروح التطوع والقيم الإنسانية. أهلا وسهلا فيك سمو الأميرة، نورتينا. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. أكيد يعني في البداية سمو الأميرة حدثينا عن فريق الفهدى التطوعي وما الهدف منه تحديدا. طيب، فريق الفهدى فريق حديث الإنشاء، تم تكوينه مع انطلاقته فعالية عيونكم جينا. جميل. هي اللي كانت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالحرس الوطني. بفضل الله توفقت بإدارة الفهدى باختيار أعضاء لديهم خبرة واسعة في المجال التطوعي ولديهم بصمة فعالة على المجتمع. صحيح. وهم الإعلامية الأستاذة أمل المرشد مشرفة فرقة ابتسامات الفرح للأطفال، نوجه لها تحية أكيد. محمد عاشور متطوع وناشط اجتماعي، وأستاذ ناصر بقمي ناشط اجتماعي ومتعافي من مرض السرطان، والإعلامية الأستاذة أنفال خطران رئيس التحرير الصحفية للسرود، وبعد عدة اجتماعات تم وضع الرؤية والرسالة والأهداف، وبناء على ذلك تم تحديد هوية الفريق واختيار فلسفة الشعار وفق الأهداف والرؤية والرسالة. وطبعا كل فريق له رؤية ورسالة. رؤية فريق الفهدى هو صناعة سلسلة متصلة من الحملات التطوعية اللي تخدم فئات المجتمع المختلفة بهدف التأثير الإيجابي عليها. نعم جميل جدا. وتنمية روح المشاركة بين الفئة والمواطن. ما شاء الله. صالح اللي يتحلى بصفات المسلم المعاصر المبادر والساعي لخدمة دينه ووطنه. جميل. مما يعود ذلك على المجتمع ككل بالخير والنماء والحب. جميل جدا. رسالة الفهدى هي تطوير ثقافة المشاركة والتلاحم في المجتمع بشتى الفئات المختلفة. ممتاز. عن طريق إقامة الحملات التطوعية والاجتماعية والخيرية. رائع جدا. وطبعا غرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. باستثمار هذه الحملة مساعدة شبابنا وشابات هذا الوطن على إعادة تواصلهم مع هويتهم الإسلامية والوطنية واستغلال طاقاتهم وأوقاتهم في أعمال لها قيمة تعزز انتمائهم للمجتمع وتقدم خدمات قوية بإذن الله. يعني جميل جدا. يعني سمو الأميرة فعلا أهداف سامية ونبيلة من خلال هذا الفريق الرائع التطوعي. يعني سمو الأميرة في الأسبوع الماضي كان هناك برنامج لدعم نفسي للمرضى المنومين بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، حدثينا عن هذا البرنامج وإيش الفعاليات اللي كانت مصاحبة له وأيضا إيش الجديد بالنسبة لكم؟ الحمد لله قمنا فعالية عيونكم جينا زي ما قلت في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال. نعم. هيئنا غرفة الألعاب أركانها وعملنا ركن خاص بالتلوين وركن بالرسم على الوجه وركن القصص وركن ألعاب البلايستيشن والوي الحركية وركن الهدايا وركن التصوير في أركان يعني عملناها يعني ثابتة لهم بين المراجيح والأشياء اللي بتكون متواجدة بالغرفة. جميل. وقدمنا دعوة لفرقة بسمات الفرح للأطفال للمشاركة بعرض إنشادي. حلو. هذا العرض الإنشادي جبناه عشان الصغار ينبسطون ويفرحون فيه، والحمد لله توفقنا وحققنا الهدف، وهو الهدف خال الفرحة والسرور بقلوبهم، ونشكر كل من لبى الدعوة وحضر. احنا أكيد نشكركم يعني سمو الأميرة على إقامة يعني فعالية من هذا النوع لدعم أكيد العمل التطوعي. لكن أخيرا حابين نسألك، لماذا سمي الشعار بهذا الاسم وإيش المقصود برسمة الشعار كلها تحديدا؟ نحن عندنا فلسفة الشعار الفريق كما ترون ترمز السنبلة القمح الذهبية إلى الخير والعطاء. جميل. خلال عمل الخير اللي نقوم فيها كفريق الفهدى تتلاقى أيادي العاطي والمتلقي للخير من كل مواطن في مصاحبة تعكس السلام الذي يرموه الجميع في المملكة السلام. جميل. الاسم واختيار الاسم كان بعد مشاورات مع الفريق، وتم تسمية الفريق بالفهدى لأن والدي الأمير فهد بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز رحمه الله سماني بهذا الاسم قبل وفاته، فسميت الفريق بذلك لأنه شيء عزيز على قلبي.
وجعل ما نقدمه ونبذله في ميزان حسنات والدة رحمه الله وجميع مؤسسين. إن شاء الله. اللهم آمين. هل من كلمة أخيرة تودين أن توجهيها في هذا اللقاء من منبر برنامج حياتنا عن التطوع أو من تريدين يعني؟ أي أكيد تطوع. التطوع لا يحتد على معنى أو مفهوم واحد، وكل واحد فينا في بذرة خير بداخله تجعل منه شخص فعال بالمجتمع. التطوع فيه تهذيب النفس، بعمل الخير، نعطي بلا حدود، ما ننتظر مقابل. صحيح. يعني نزرع المعروف وين ما كان. بالفعل. صحيح. وهذا اسم وطننا ويبني مجتمعنا. صحيح. ونحن صراحة نرحب جميع من يرغبون التطوع معنا، وإذا ودهم يرسلون السيرة الذاتية عن طريق خاص حساباتنا على تويتر أو إنستغرام أو على إيميل الفهدة. أكيد أكيد بيكون أي شخص كله فخر أكيد إنه هو يدخل في هذا العالم ويدخل. فخر لنا نحن. شكرا لك، كل شكر لك أكيد صاحبة السمو الملكية الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيسة الفهدة لروح التطوع والقيم الإنسانية. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. إحنا يمكن من منبر حياتنا نقول إحنا معاكم إن شاء الله، أنا تحديداً معاهم في. أكيد أكيد. مين ما يحب الأعمال التطوعية يعني والعطاء. جميل ورائع أكيد. وتوقيته جداً جميل يعني هالفترة، خلاص فترة داخلين على إجازات، حابين إنه إحنا نشغل وقت يعني شبابنا وشاباتنا في أوقات يقدروا يستثمروها بالشكل الصحيح والصائب. بالفعل جميل. رح ننتقل من هذا الموضوع التطوعي مشاهدينا لموضوع آخر وهو عن الممتلكات، أيضاً الممتلكات والمحافظة على البيئة. البيئة هي المحيط اللي احنا عايشين فيه، واللي لابد انه احنا يعني كالاسلام يفرض علينا ان نحافظ على هذه البيئه وهذه الممتلكات العامه مشاهدينا، وحفاظا على ركائز الدوله ومقوماتها. طبعا تقوم مدارس ببرامج توعويه تهدف الى توعيه الطلاب باهميه المحافظه على الممتلكات الخاصه سواء في المدرسه او حتى خارج المدرسه، لكن هنا المدرسه هي لها دور اساسي ودور كبير في هذا الجانب. كاميرا البرنامج مشاهدينا تواجدت في إحدى المدارس لعمل لقاءات مع الطلاب. للمزيد دعونا نتابع هذا التقرير مع الزميل خالد الجبر.